اخويا انا بالنسبه لي القرارات اللي تتاخذ وزاره التعليم والتربيه الوطنيه بصفه خاصه بهذا من هذا المنبر كنوجه لهم انا رساله خاصه بانهم كياخذوا قرارات عشوائيه ما كيراعيوش لهاد الجينيراسيون اللي طالعه الطفوله ديالها. اننا حنا قرينا في جينيراسيون ديال 92 و93 وقرينا 5 في الطاوله 7 في الطاوله وما استفدنا والو. اما نحن زدنا من الكيان ديالنا، حنا قرينا روسنا بروسنا، ما لقيناش ان الدوله تقرينا. هاد الناس بغيت يشوفوا بواحد العين الرحمه انهم يقريو هاد الوليدات لانهم هما المستقبل ديال المغرب الامامي الا بغاو التجديد. اما حنا رضعنا. بالنسبه لينا حنا كانت عندنا واحد العقليه لان كون قرينا كنا غنكونوا اوتور، كنا غنكونوا بزاف ديال الحوايج في هاد البلدان، في هاد الدوله هادي كنا غنعطيو. ولكن بهاد الناس اللي كاينين دابا واللي شادين هاد المناصب انهم كيقتلوا هاد الموارد البشريه اللي طالعه. عندنا وليدات الحمد لله اذكياء واوفياء، والديهم تبارك الله اذكياء. يعني مادام تيكونوا الوالدين اذكياء كيعطوك ولاء ابناء اذكياء. يعني خصنا نحافظوا على هذه المنظومه، الا ما كانش هذا الشيء ما كاينش. علاش غتبقاو تكذبوا علينا وتقولوا لنا شي حاجه في التلفازه؟ حنا عينا من ديك الهضره. انا كنهضر معاكم جينيراسيون ديال الثمانينات، قرينا وما قريتيناش اشنو بغينا. كان عندنا عقل وكان عندنا بزاف الحوايج اننا نعطيو وما بغيتوش تعطيونا، انكم بغيتو تعدموا الاحلام ديالنا والمواهب ديالنا. ولكن الحمد لله ما قتلناهاش، كملناها بيدينا حنايا بروسنا وقرينا روسنا بروسنا وكملنا المواهب ديالنا. اما نتوما الله يرضي عليكم كوزاره او كوزاره التعليم، شوفوا من حال هاد الشباب الجينيراسيون، كنهضر على الجينيراسيون ديال 2000، شوفوا من حالها ورفقوا بها وتهلاو فيها، راه غتكون زوينه.